جيل بمحاضرة تعريفية. نحن حكينا أنه هي تعريفية على تقنية ريكيتس، لكن راح تكون تعريفية على التقنية المجزأة بشكل عام، يعني على السكشنال تكنيك. ورح نتطرق لفلسفة ريكيتس، يعني رح نتطرق أكثر لفلسفة ريكيتس. المحاضرة هي لمدة ساعة، رح تكون تقريبا نص ساعة وشوي كلام، وبعدين اللي عنده أي سؤال بيتفضل بيسأله، وبعدين نختم لأنه بعدكم في محاضرة خاصة بالماستر بالبيوميكانيك كلاب. زملاء، نحن ليش نشتغل على التقنية المجزأة، أو ليش نحن بنتعلم التقنية المجزأة؟ دائما نحن بنحكيها بكل محافل الكورسات، بكل الوركشوبس، انه التقنيه المجزأة زملاء هي اول ما بدا التقويم فيها. يعني لما نحن بنحكي عن الايدج وايز، وبنحكي عن انه نحن في عندنا شيء اسمه واير بيندينج، وفي عندنا طي اسلاك، وبنعمل لوبات وكذا، هي بالبدايات، يعني اول ما انشئ التقويم، او اول ما بداوا بالتصنيع الحقيقي للتقويم، بداوا بهي العمل، يعني إن كان واير بيندينج، إن كان كذا، حتى يتلائم شكل القوس أو الواير مع البراكيتات، لأنه بالأصل كانت البراكيتات بلين. يعني شو معنى بلين؟ يعني ما فيها وصفة مسبقة، يعني ما فيها تورك، ما فيها أنجوليشن، ما فيها إن، ما فيها إن أوت، ما فيها شيء. كانت عبارة عن براكيتات كلها متشابهة، يعني براكيت الخاصة بالسنترال نفسها، الليترال نفسها، الكناي نفس الشيء. لكن مع التطور وشافوا لحتى يفنشوا الحالة صحيح وكذا، طلعوا بنتيجة أنه لازم يعملوا طيات معينة باتجاهات معينة بالفيرست أوردر، بالسكند أوردر، ثيرد أوردر بينز، بحيث أنهم يطلعوا بأفضل تفنيش للحالة الذي يوافق أو اللي يساير متطلبات الإنهاء الحقيقية لحتى تكون الحالة ثابتة. بعد فترة شافوا أنه هالطيات اللي عملوها حطوها على براكيتات، يعني نقلوا، مثل ما نحن ناخذ طبعة مشان مثلا كراون أو بريدج، بيصير نحن عندنا قالب سلبي، هذا نحن بنسميه القالب السلبي. لما منصب عليه الجبصين لحتى يتصنع عندي أنا مثال يشابه مثال المريض الحقيقي، فنحن صار عندي أنا قالب حقيقي. نفس الشيء عملوا بالبراكيتات، جابوا هذول الوايرات الأخيرة اللي فنشوا فيها الحالات، كان فيها first order, second order, third order pains، شافوهن اعتبروهن مثل كأنه طابع سلبي. شافوا أنه إذا جابوا براكيتات حطوا بهاي البراكيتات بربجي مسبق، ولا حتى يتخلوا عن هاي الطيات، بحيث أنه لما يوصلوا لمرحلة يستخدموا straight wire بدون أي طيات، أنهم يوصلوا لنفس النتيجة اللي انتهوا فيها بالفينيشينج بينز. هون صار انتقلنا نحن لعصر جديد اللي هو عصر الستريت واير. مشوا الشباب بهذا العصر شافوا انه بلشوا انه يقفوا امام حواجز ما كانت موجوده امامهم بالبدايه. ليش؟ لانه كانوا يعتمدوا على طي الاسلاك، كانوا يعتمدوا على اجراء اللوبات، كانوا يعتمدوا على الغرز. وصلوا لمرحلة إنه شافوا الستريت واير صح مريح، صح ما بيحتاج الطبيب إنه يعمل بينز، صح إنه ما بيحتاج طبعاً أكيد التقويم بده خبرة قوية، ولازم يكون واحد بيعرف شو عم بيشتغل أكيد 100%. لكن إذا بدنا نقارن شخص عم بيشتغل حالي على الستريت واير وشخص عم بيشتغل حالي على تقنية سكشنال تكنيك، فرق كبير. لكن بالنتيجة شافوا إنه صارت الأمور أسهل وأبسط على الستريت واير. لكن بالمقابل بلشت تعترضهم أمور شغلات تانية. هاي الأمور اللي اعترضتهم رجعوا فيها لحتى السكشنال تكنيك ينقذهم، يعني صار في حالة إنقاذ من تقنية السكشنال تكنيك اللي صارت الناس ترفضها لأنه شافوا ستريت واير مريح وسهل أموره تمام. شو هي المشاكل اللي شافوها بالستريت واير؟ اليوم نحن اللي بدنا نحكي عنها، ومن خلال حكينا عنها راح نعرف انه نحن ليش بنشتغل على السكشنال تكنيك، او ليش نحن ممكن نحتاج السكشنال تكنيك. لانه دائما زملاء الستريت واير يحتاج سكشنال تكنيك، يعني في حال انا مثلا عندي انسايزرز بحاجه للروتيشن، بحاجه للانتروجن، انا بحاجه سكشنال تكنيك. الستريت واير ما بينفعني، وخاصه انا اذا بشتغل على ريفرس كيرف اوف سبي. الريفرس كيرف اوف سبي عم بيكون اثاره الجانبيه للطبيب المانو متمرس. هلا اذا طبيب متمرس وبيعرف بدقه شو عم بيصير، ما بيصير في عنده اي مشاكل. لكن الطبيب مانو متمرس حط ريفرس كيرف اوف سبي، صار عنده مشكله نتيجه الاثار الجانبيه. اذا
في حال انا بحاجه انتروجن للانسايزرز، في حال حاجه تاسيس دعم، في حال حركات ارجاع للكناين معينه ما بترجع على الستريت واير، في حال حبينا نحن نعمل اكثر من حركه مع بعض بنفس اللحظة، ما بدنا ننطر على الستريت واير لحتى نوصل لمرحلة أنه القوس مستقيم وبعدين نعمل إرجاع وبعدين. هل الإجراءات كلياتها خلتنا نرجع نستخدم الواير بيندينج، وخلتنا نرجع نستخدم السكشنال تكنيك، وخلتنا نرجع نعيد النظر بأمور الستريت واير. طيب هل الستريت واير سيء؟ لا طبعا ما أنه سيء. هل السكشنال تكنيك الحل المثالي؟ ما في شيء اسمه هيك، نحن كله متكامل. يعني الطبيب لازم يشتغل ستريت واير، لازم يشتغل سكشنال تكنيك، بحيث انه يكون متكامل مع بعضه. يعني باللحظات اللي بحاجه انا لوب، او بحاجه ابرايتنج لوب، او انا بحاجه انتروجن، او بحاجه اني انا اعمل دعم فيزيولوجي مثلا، انا بهالحاجه انا بكون بحاجه الاقواس الغرز، بحاجه كذا، فانا بدي انزاح نحو السكشنال تكنيك. لما ما بكون بحاجتهم فيني بمشي انا، ما في اي مشكله. زملاء بس اذا في مجال بس تحطوا المايك عندكم ميوت، اذا ما في داعي، اذا ما في شيء ضروري ما تفتحوا المايك. طيب ليش نحن بنشتغل تكنيك؟ بدنا نعطي على شكل ابسيدي بس لحتى نحط المايك. زملاء المايك حطوه صامت، حطوه ميوت، تمام. ليش نحن بنشتغل على السكشنال تكنيك؟ السكشنال تكنيك راح نجاوب عن هذا السؤال بالامثله. يعني هذا راح ارسم انا امثله فرجيكم انه نحن كيف بدنا نحتاج انه نشتغل على السكشنال تكنيك. احد الامثله زملاء، راح نبدا من مثال البسيط ونتدرج شوي شوي لحتى نطلع على الاندروجين. رح نحكي عن الأقواس الغرز بشكل عام يعني. طيب هذا نحن نفترض انه انا عندي حالة ناب بدنا نعمل له اكستروجين. يعني انا عندي هون فرضا انا هاي بريمولر، وعندي انا مولر فرضا، وعندي الناب بدي أنا أعمل له إكستروجن. طيب زملاء، نحن لما نمشي نحن بهذا الأسلوب، يعني لما بنوصل نفترض أنه أنا بدي أشتغل على الستريت واير، عندي أنا البراكتات والتيوب موجود بهذا الشكل، حطيت أنا الستريت واير مثلا، إذا بدي أحط أنا بهذا الشكل، إذا بدي أستخدم هذا الشكل، أو إذا بدي أستخدم أنا السلسلة، أو إذا بدي أستخدم مطاط كويل سيد شين لحتى أسحبه، اللي هو لما عم ينتقل هذا الناب من الأسفل وخروجاً للأعلى، عم يتعرض لمجموعة نحن بنسميها center of rotation، center of resistance، عم بيضل نفسه. السنتر اوف روتيشن عم بيتغير معه، لانه هو كاليه خروج عم تتغير فيها السنتر اوف روتيشن. لما عم بيتغير فيها السنتر اوف روتيشن، يعني لما عم بينطلق من هذا المكان بعدين عم بيرتفع هيك، بعدين عم بيرتفع لنفترض صار هيك، لما عم بيتحرك هاي الحركه زملاء باستخدام اما شد السي تشين مثلا، او باستخدام الواير الدبل وايرز، يعني انه واحد دعم واحد مثلا ناعم للاخراج وكذا، أو إذا استخدمت أنا ستريت واير وقطعته عند الكناين فرضاً، بكل الأحوال عم يتغير فيه عندي مراكز الدوران. تغيير مراكز الدوران شو عم يصير عندي؟ أنا عم بيسبب لي جيجلينج، اللي هو عم بيصير إنه الروت أثناء خروجه عم بيتحرك مرة لليمين مرة لليسار. بتحركته للمرة اليمين مرة لليسار، بالنتيجة رح تطلع هاي الحركة. ليش نحن بلشنا بالحالات البسيطة أو بالأمثلة البسيطة؟ النتيجة رح يطلع عندي أنا الكناين، رح يخرج ويصير بمكانه الصحيح. لكن شو اللي صار عندي أنا بالعظم؟ صار عندي بالعظم أنا إرهاق لهي المنطقة. ليش؟ لأني أنا ما وجهت الحركة الكناين بطريقة فعالة، أو ما حركته باتجاه معين واحد. اللي صار أنه أنا في عندي حركة جيجلينج، يعني
هو أثناء خروجه مثلاً أول ما بدأ الشد بيكون راح على جهة الديستال، بعدين بلش يروح على جهة الميزيال وكذا. فاللي صار عندي أنا صار عندي إرهاق بهي المنطقة، إرهاق هي المنطقة راح يسبب لي بعدين بالفترات الجاية إنه العظم أو النسوج الداعم الماسكي بالسن راح تصير عندها فترة شفاء طويلة. يعني بدال أنا ما أحتاج إني أثبت الحالة فترة قصيرة، راح تصير عندي فترة أطول. ليش؟ لحتى أنا بدي أترك مجال الشفاء. هذا مثال مثلاً بدون الدخول بالدراسات البيوميكانيكية. أنا إذا حولت إخراجه بطريقة أخرى، فرضاً إذا عندي أنا نرجع لنفس المثال وأنا عندي الكناين وحاولت إخراجه فقط مثلاً باستخدام تحويل هي القوى اللي نحن نسميها قوى غير مجدية لقوى مجدية، يعني قوة مركزة أو قوة موجهة باتجاه واحد. اللي راح يصير عندي زملاء إنه أنا فرضاً أنا إذا عملت الأرلوب، الأرلوب راح يعطيني قوة موحدة أو اتجاه واحد بكل مرحلة، بحيث إنه لما يخرج فرضاً عندي أنا الكناين للأعلى عم بيخرج بأقل. نحن بنرجع بنحكي إنه الاثنين راح يخرجوا بالحالتين، اثنين راح يخرجوا، لكن بالحالة الثانية راح يخرج بأقل أزي أو أقل ضغط أو أقل تشويه للنسوج الداعم اللي فيها، وبالتالي كل ما خفت الأزي على النسوج الداعم كل ما كانت سرعة شفاء أكثر، وبالتالي حاجتنا للتثبيت راح تكون أقل أو النكس راح يكون أقل احتمالية. مثلا هي أحد الأمثلة. لنحكي عن مثال ثاني، نحن فقط لنحن مبدئيا عم نحكي بالعموميات، ما عم نحكي عن ريكيتس أبدا. المثال الثاني لنتخيل أنه أنا عندي فرضاً عندي مثلاً القوس السفلي، عندي أنا هذا القوس السفلي. عند كتير حالات مرضى بيكون عندي قوس سفلي بهذا الشكل والديب بايت، في عندي ديب بايت. طيب أنا إذا بدي أشتغل بهذا المجال أو بهذا الشكل، أنا فحصت عملت التحاليل السيفالومترية، طلع معي بالتحاليل السيفالومترية أنه أنا عندي ديب بايت لكن الفيرتيكال ديمنشن تمام. شو معناته؟ يعني أنا عندي الفيرتيكال ديمنشن كويس، عندي مستوى الإطباع كويس، ما في أي خلل، لكن أنا عندي ديب بايت. طيب إذا أنا اشتغلت على الستريت واير، لنتخيل شو راح يصير. أنا راح أعمل تسلسل الوايرات اللي هو نحن المتعودين بشكل عام، و الوصفة اللي بيطلبوها دائماً الأطباء إنه نحن شو بدنا نعمل تسلسل وايرات. لأن تخيل إنه أنا مشيت بتسلسل وايرات، فرضاً بلشت بالواير على سبيل المثال مثلاً 0.12 أو 0.14 مثلاً 0.14 0.16 بعدين انتقلت على 0.16 ستان ستيل وكذلك. اللي راح يصير هو هون إني أنا راح يصير في عندي بزوغ أنا بالبريمولرز. هذا البزوغ راح يكون أسرع من إني أغرز السنترالز. أنا بنرجع للكلام إنه أنا كنت عامل تحاليل السيفالومترية، طلع معي إنه أنا عندي ديب بايت ناتج عن بزوغ الأسنان الأمامية. يعني في عندي أنا الأسنان الأمامية فيها أوفر إكستروجن، لكن مستوى الإطباق طبيعي 100%، الفيرتيكال ديمنشن كويس، النسبة الانتيريور فيسيال هايت مع البوستيريور فيسيال هايت النسبه حقيقيه تمام او اقرب للطبيعي. طيب انا اذا عملت هذا الاجراء شو اللي راح يصير؟ انا مجرد ما عملت اكستروجن بالبريمولرز او بالبريمولرز والمولر، صح راح يصير عندي ستريت واير، عفوا راح يصير عندي انا ارتصاف، او احنا بنسميه ليفلنج اند الاينمنت. راح يصير عندي هذا الارتصاف، راح يصير في عندي التسويه، لكن انا كيف عملت التسويه؟ عملت على حساب تبذير الأسنان الخلفية وليس غرز الأسنان الأمامية. إذن أنا ما حليت المشكلة. المشكلة لازم يكون في عندي أنا غرز، بدل ما كنت عملت غرز عملت تبذير، وبالتالي بهذا التبذير شو عملت؟ عملت روتيشن. كلنا بنعرف أنه لما بصير في عندي تبذير بالقطاع الخلفي رح يصير في روتيشن أنا بالمانديبل، رح يصير عندي روتيشن كلوك وايز روتيشن، وراح يصير عندي احتمال يصير معي عندي هون تغيير لمستوى الطباق كان عندي اياه طبيعي، حرفته عملته اما فلات او ستيب حسب الحاله وحسب شو ساويت انا. طيب بهالحاله انا شو ممكن اساوي؟ ممكن انا استغني عن الستريت واير وحافظ على وضعيه البريمولرز، يعني الفانكشنال اوكلوزال بلين يضل عندي كويس طبيعي، واني اعمل انا هذا الاجراء اني اغرز الأسنان الأمامية باستخدام بوس الغرز. طيب أنا عملت بوس غرز،
بغض النظر شو هو، ان كان بورستون ان كان ريكيتس اللي هو، المهم انه في عندي قوس غرز. قوس غرز دخلت انا بمجال السكشنال تكنيك، مجرد ما دخلت بشيء اسمه قوس غرز معناته انا استعنت بشيء ما هو ستريت واير، ما هو ستريت واير، هو سكشنال تكنيك او اي تكنيك غير ستريت واير. هذا مثال عن الامثله اللي مثلا نحن ممكن نحتاجها بهذا المجال. طيب مثال ثاني، كيف نحن ممكن نسرع العمل التقويمي؟ في ناس او في زملاء خاصه بيكون مبتدئ بيفكر انه انا كيف بدي اسرع العمل التقويمي، انه انا بزيد القوه، يعني بنظر انه انا كل ما زدت القوه كل ما حرك السن سريع، بيكون مثلا اما نتيجه تحمس زائد، يعني حماس زائد عنده، او عدم درايه او غفله عن هذا الموضوع، يعني في اسباب كثيره. في ناس بتفكر هيك نحن بنسرع، انه انا بزيد القوه فسرع. طيب لا، انا ممكن سرع باجراء السكشنال تكنيك. كيف؟ انا اخذ مثال عندي انا، لا نتخيل انه انا عندي سن او عندي حاله، فرضا عندي ديب بايت مثلا، وبنفس اللحظة عندي الحالة درستها دينتال كاست سيفالومتريك اللي هو، وطلع معي انه انا لازم شيل بريمولر مثلا فيرست بريمولر وارجع رجع الكناينز وبعدين رجع القواطع الامامية مثلا، ممكن تكون هاي الحالة. طيب نتخيل ان احنا بالرسم عندي انا المولر وعندي البريمولر، هذول رح نرسمهم كلياتهم. طيب وهذا الاكلوزال بلين، شفنا نحن عندنا بالحاله مثلا بالدراسه انه طلع لازم انا اشيل هذا البريمولا، ولازم بعد ما اشيله اني طلع عندي فرضا بدراسه الحاله انه لازم يكون نمط الانكوريج تايب اي انكوريج، يعني ما يتحرك القطاع الخلفي، يكون الارجاع كله عن طريق القطاع الامامي. طيب ممكن يكون في عندي انا بهالحاله بدي انطر هون، فرضا انا بدي انطر لحتى اعمل رصف. اول شيء شو رح نساوي؟ رح نعمل الليفلينج اند الاينمنت، يعني رح نعمل رصف وتسوي لحتى نبدأ نوصل لمرحلة إنه straight wire مضلع stainless steel، لحتى أقدر أنا رجع عليه الكناين وبعدين رجع عليه القواطع، أو إذا بدي رجع الكناين والقواطع على الميني سكروز. ونرجع نحكي إنه مجرد ما دخلت معي تقنية مع straight wire إذا صار في عندي قصور. شو هو القصور؟ قصور إنه التقنية هي ما عم تأمل لي اللي بدي إياه، يعني مجرد ما حطيت أنا ميني سكرو ورجعت من الكناين او الانتيريور 6 رجعته للخلف، من الكناين رجعته للخلف، خلص انا دخلت ميني سكرو، معناتها الستريت واير ما عاد عم بيلبيني، في شيء كان ناقص وكمل لي اياه الميني سكرو. طيب في اطباء ما فيهم يشتغلوا على الميني سكرو، ممكن مريض ما بيقدر يعمل ميني سكرو نتيجه حاله صحيه معينه او نتيجه تكلفه ماديه، في كثير اسباب، يعني في كثير مضادات اصطدام. فأنا هون مضطر إني أحرك كل سن لحاله، تحريك كل سن لحال لازم أن أرجع الكناين للخلف ورجع السنترالز للخلف. بدي أنطر لحتى بلش رجع هاي الحركة، لازم أوصل لقياس straight wire مضلع stainless steel أو دائري. في مثلا في زملاء بيشتغلوا على دائري، بس كمان بنرجع نحكي لازم يكون عندك خبرة وبتعرف شو عم تشتغل، عشان ما يصير في عندك أمور معينة تسبب لك أزيم ما تعرف تخرج منها. المهم ودي أنطر أنا لأوصل لهي المرحلة. فنحن خلينا نعد شو بدنا نشتغل مأسلاك، يعني بدنا ننتقل من الناتينول بعدين الستانلس ستيل المدور بعدين لحتى نوصل للمضلع، وننطر المضلع شوي صغير لحتى يعبر عن نفسه المضلع ويصلح لي التورك بالجذور، وبعدين لحتى بلش رجع الكناين للخلف وبعدين رجع السنترال للخلف، طبعا بعد غرز القواطع. فانا هون صار في عندي فتره زمنيه طويله. انا كيف ممكن اسرع على هذا الاجراء؟ ممكن اسرع هذا الاجراء اني انا عن طريق السكشنال تكنيك باسس دعم
للمولر مثلا عند المولر. هلا رح نحكي كيف بنأسس دعم بالسكشنال تكنيك او بالتقنيات اللي ممكن تعتمد على الواير بيندينج. انا اسست دعم بال شو اسمه بهي التقنيه بنفس اللحظه بكون انا عم بغرز القواطع, بنفس اللحظه بكون انا عم بعمل ارجاع للكناين, رجع الكناين بيكون بنفسه بنفس الوقت عم بعمل غرز للقواطع, رجعت الكناين. اذا انا من اول لحظه زملاء, من اول لحظه يعني ما نطر التسلسل. وخاصه انا بكون هلا رح نحكي عنها بريكتس بهذا الموضوع, يعني من اول لحظه بستخدم مضلع, ما بنطر نايتينول دائري بعدين نايتينول بعدين دائري ستانستيل بعدين مضلع ستانستيل. من اول لحظه بستخدم مضلع وبرجع الكناينز للخلف باللحظه اللي بكون عم بعمل فيها غرز للسنترالز للابر فور مثلا, وبعدين برجع بثبت الكناين مع الخلف وبعمل انا ارجع للسنترالز بنفس اللحظه ببدا فيها التقويم, ببدا فيها بالواير المضلع. اذا هي مثلا ميزه غلبت الستريت واير, هي ميزه غلبت الستريت واير. نفس المبدا زملاء ان كان بارجاع او اجراء اكثر من حركه بنفس الشيء. ليش نحن بنشتغل بالسكشنال تكنيك باجراء اكثر من حركه بنفس الشيء او بنفس اللحظه؟ لانه زملاء الحاجه للدعم بالسكشنال تكنيك بتصير مضبوطه اكثر. لنعطي مثال على ارجاع الكناين. عندي انا خيارين, اما بدي ارجع الكناين على ستريت واير, يعني انا عندي انا فرضا رح نعطي مثالين او الحالتين. عندي انا كناين و بريمولر ومولر وعملت انا على الستريت واير, فرضا انا بدي ارجع على الستريت واير, حاطط كويل سبرينج, حاطط كويل سبرينج وعم قوم بالارجاع. نفس الحاله عندي كناين وبريمولر ومولر, نفس الحاله تماما وعم قوم انا بالارجاع. فرضا ما رح نحكي عن ما رح نرسم لوب الخاص بريكتس, رح نرسم اللوب الخاص ببورستون. نفس الحالة عم برجع عم قوم فيها بالأرجاع هون. طيب شو الفرق هاي عن هاي؟ يعني ليش أنا مثلا ليش أنا بفضل هاي على هاي أو شو أي ما تفضل فيها؟ زملاء الحالة الأولى لما بدي اشتغل فيها أنا على الستريت واير رح نكبرها نحن شوي صغيرة, يعني رح نعمل تكبير للحالة فقط عند مستوى البراكت. عندي هذا البراكت والواير ماشي عليه وعندي أنا قوة الأرجاع. عندي بهذا المكان زملاء عم بيصير احتكاك. هذا الاحتكاك كمبدأ فيزيائي بشكل عام, الاحتكاك هو يقاوم حركة أي سن. يعني مثلا أنت ماشي بسيارة طفيته للمحرك, تركت للسيارة تتوقف لوحدة. ليش توقفت لوحدة؟ بسبب احتكاك اللي صار بين دواليب السيارة وبين الأرض. ليش مثلا على الجليد بيصير مثلا الحركة سريعة لكن على أرض خشنة بتصير الحركة بطيئة؟ لأنه الاحتكاك بيزيد مثلا عند أو ليش ما بيصير أصلا حركة؟ فرضا إذا لنفترض أنه شخص نازل بينزل واحدة منها أرض خشنة والتاني في جليد مثلا, الجليد بينزل بسرعة, الأرض الخشنة بيمشي بهدوء على مهل. شو هو اللي حماه أو شو هو اللي منعه أنه ينزل بسرعة؟ هو الاحتكاك, زادت نسبة الاحتكاك. وبالتالي أثناء إرجاع الكناين أو أي سن على تقنية ستريت واير بحركة انزلاقية, إن كانت بكويل سبرينج أو بسي تشين مثلاً, عم بيتم في حركة احتكاك, عم بتصير الاحتكاك هون. هذا الاحتكاك رح يستهلك طاقة. استهلاكه للطاقة, يعني فرضا لنفترض أني أنا بدي رجع هذا السن بالحاجة, حاجة إرجاع هذا السن لنفترض X غرام,
اللي انا مثلا بحاجه اني ارجعه للسن او مجموعه اسنان، افترض سنين او خمس اسنان، يلي هو اربع اسنان سنين سن، انا عندي اكس غرام هو حاجتي لارجاع هذا السن. طيب لحتى يرجع هذا السن بالاكس غرام، هون رح يعاني من الاحتكاك، وبالتالي انا شو مضطر اني يزيد على هذا الاكس مثلا مقدار معين من القوه لحتى هذا المقدار يروح مع الاحتكاك، هذا المقدار يروح مع الاحتكاك، وبالتالي بيضل عندي انا الاكس اللي رح تعمل على ارجاع الكمان. طيب انا لما جبت الاكس وجبت القوه الجديده، هذول وين رح يروحوا؟ رح يروحوا على المولرز او على وحدات الدعم اللي هي الانكورج يونتس. ليش؟ لانه الانكورج يونتس هي اللي رح يصير فيها رده الفعل، فبالتالي انا رح اضطر اني ازيد الدعم، مضطر اني ازيد الدعم. اذا على الستريت واير تعرضت لحالتين، الحاله الاولى اني انا اضطريت ازيد القوه لحتى اني انا حقق القوة المطلوبة عندي بعد ما يضيع جزء منها بالاحتكاك، زيادتي للقوة اضطريت أني زيد وحدات الدعم أو قوي وحدات الدعم. وحتى لو كنت أنا عامل تقوي لوحدات الدعم، اللي رح يصير عندي أنه رح يصير في إرهاق، يعني رح يصير في أنه اليونيتس تبع الأنكوريج رح يصير فيها exhausting، يعني رح يصير فيها تتعب الأربطة فيها، رح تتعب حتى لو زدت أنا وحدات الدعم، الأربطة رح تصير مرهق. إرهاق الأربطة رح يتحتم بعدين بعد فترة، أنه أنا لما بدي أعمل تثبيت الحالي رح يزيد أطول، رح يصير الشفاء فترة الشفاء أطول. لكن إذا بناخد السيناريو الثاني، نحن إرجاع الكناين على هذا اللوب، لنتخيل أنه مثلا تي لوب، نحن ممكن ما تي لوب، ممكن نشتغل فرضا على دبل فيرتيكال closed dual loop، يعني مثلا مثل هات بيكون شكله هيك. مثلا ممكن يكون عندي انا اللاس فيغاس loop، ممكن اشتغل على التير دروب loop، ممكن على التي loop، يلي هو يعني انا هذول ما نتقيد بالتي loop، يعني ما نتقيد بتقنية واحدة، لكن ممكن اشتغل على كل هذول ورجع الكناين للخلف. لكن اللي بيصير اني انا هون عم حقق القوة المطلوبة فقط، يعني انا بحاجة اكس غرام حتى رجع الكناين عندي للخلف، باخذ الاكس غرام فقط. ليش؟ لانه بالاصل انا ما عندي احتكاك، ما عندي قوة ضائعة، ماني بحاجة اني زيد القوة لحتى عوض الفاقد بالاحتكاك. وبالتالي لما باخذ انا الاكس غرام هون، وحدات الدعم راح تكون تعرضة للضغط أقل، تعرضة للجهد أقل، ممكن أنا ما أحتاج أني زيد الدعم عندي زيادة أو دعم زيادة، وخاصة بحالات الدعم الحرج اللي هو نحن بنسميه التايب A أو تايب A بلس، أنه أنا ما بيصير يتحرك القطاع الخلفي أبداً للأمام، وبالتالي أنا لازم زيد وحدات الدعم أو زيد تقنيات الدعم المختلفة اللي حكينا عنها كثير. فهي كلام سريع على أنه أنا ليش ممكن أحتاج أتعلم تقنية مجزأة. طيب من التقنيات المجزأة اللي نحن عم نحكي عنها، كانت فكرة محاضرة اليوم هو على فلسفة ريكيتس. فلسفة ريكيتس زملاء هي فلسفة بحد ذاتها، لأنه غطت جميع جوانب الحاجة الطبيب الأسنان أو بشكل عام بده يشتغل تقويم أو أخصائي التقويم، حققت كل الجوانب اللي هو بحاجتها. يعني عنده تحاليله السيفالومترية الخاصة، عنده تحاليل الدينتال كاست الخاصة فيه، عنده تحاليل نحن بنسميها VTO أو Virtual Treatment Objectives اللي هي بتعطيك توقع شو رح يصير بعد مثلا سنتين من العلاج، وممكن تحط خطة عملك على أساس VTO. عنده تحاليل توقعية لمريض، مثلا ممكن أنت مريض معك صورة السيفالو تبعه، ممكن بعد خمس سنوات تتوقع كيف رح يكون شكله لهذا المريض، بعد سبع سنوات كيف، في له تحاليله الخاصة. إذا حقق القطعة الأولى اللي هي أنه عنده تحاليله الخاصة بذاته، يعني اللي ممكن يشتغل على هاي التحاليل ما يحتاج لتحاليل تانية. الرقم اثنين، عنده وسائل الدعم الخاصة فيه. ريكيتس أو فلسفة ريكيتس عنده وسائل الدعم الخاصة فيه.
يعني كيف نحن مثلا نحتاج للدعم تي بي اي، نحتاج للدعم باستخدام النانس، نحتاج للدعم باستخدام زيادة عدد الوحدات الأسنان، ممكن الهيد جير، ممكن الميني سكرو. هو عنده فكرة الدعم الخاصة فيه اللي هو طلعت اللي هو تكلم عنه، ممكن أكيد ما مو بدأت منه، ممكن اقتباسات من هنا وهناك، لكن العلم تكامل وتكامل عنده. وسيلة الدعم اللي حكي عنها أو اللي كتير ركز عليها هي الدعم الفيزيولوجي والدعم العظمي. من وين اجت كلمة الدعم العظمي، أو نحن بنسميه الدعم من الالفيولر بون أو من الكورتيكال بون، يعني نحن بنسميه الكورتيكال أنكورج. يعني لناخذ نحن مثال انه حركه السن زملاء بالحاله العاديه داخل العظم، لنتخيل اني انا عم حرك السن بهذا الاتجاه فرضا، يعني الشد بهذا الاتجاه، عندي الاربطه عم تتعرض هون، عم تتعرض لحركه امتصاص، وعندي هون انا عم بتنسير في عندي شد بالاربطه، وبالتالي عم بيصير في عندي حركه بناء. حركة الامتصاص وحركة البناء اللي عم بتصير نتيجة وجود خلايا الأوستيوكلاست والأوستيوبلاست اللي موجودة بالعظم الإسفنجي، من وين إجت هي؟ ما إجت من فراغ، إجت من الدم. وإذن عندي أنا هون تروية دموية كويسة، تروية دموية كويسة عطت وجود خلايا نشط بهذا المكان. ونحن بنلاحظه أنه لما يكون في عندي أنا قلع قديم، تكون المنطقة فيها منطقة قاسية نتيجة وجود الكورتيكال بون أكثر نسبته أكثر، وبالتالي بتصير الحركة بالمنطقة بالعظم القديم القلع القديم أبطأ، وبالتالي نحن بنحتاج مثلا لشيء اسمه أوسيو بورفوريشن أو كذا. ما علينا، هاد إجت نتيجة وجود التروية الدموية الغزيرة. من وين إجت فكرة الدعم عند ريكيتس؟ إنه أنا العظم مكون من سبونج بون ومن كورتيكال بون. طيب أنا الكورتيكال بون تروي فيه دموية كتير ضعيفة، ما أنا معدومة لكن ضعيفة جدا، يعني تكاد تكون معدومة. وبالتالي أنا إذا حطيت الجذور بهذا المكان رح تصير حركة الهدم والبناء بطيئة جدا، يعني حتى أيضا حتى تكاد معدومة، وبالتالي رح يصير السن كأنه في التصاق، يعني كأنه أنا السن هذا ملتصق بالعظم، أو كأنه هذا السن تحول لزرع. كيف الآلية بتصير؟ أنه إذا عندي أنا نفترض هذا المولر عم بنظره أنا من الأمام، وعنده هذا العظم هون اللسان مثلا، هون اللسان وهذا العظم، عندي أنا هون العظم الكورتيكال بون بهذا المكان. إذا أجريت إجراء معين باستخدام أقواس الغرز، حركت هذا الروت بهذا الاتجاه، يعني حتى لمرحلة إني أنا إذا حطيت إصبعي على لثة المريض، إذا حطيت الإصبع على لثة المريض بحس بانطباع الجذور، وبالتالي دخلت أنا أو حشرت، يعني فينا نعتبر كلمة حشرت أو فينا نستخدمه لهذا الكلمة، يعني إنه أنا حشرت الجذر بالكورتيكال بون، وبالتالي لما بده يجي لحتى يحرك الكناين للخلف، لنفترض إنه أنا عندي إرجاع كناين للخلف، جذور هذا السن موجودة على الكورتيكال بون، لما بيجي أنا حرك الكناين للخلف بحركه بأريحية وأنا مطمن لسببين. السبب الأول إني أنا عم بشتغل على لوب يعمل على الإرجاع، وبالتالي إني أنا ما جاوزت القوى مشان عوض الاحتكاك اللي حكينا عنه، وبالتالي أنا عندي القوى منخفضة جدا. رقم اثنين، المولر محشور بالكورتيكال بون، وبالتالي رح تصير فيه الحركة كتير بطيئة لحتى إني يصير في عندي رد فعل اللي هو اقتراب المولر من منطقة القلع، فبتصير عندي الحركة كاملة جاي باتجاه من الكناين للخلف. مثلا هي احد وسائل الدعم. الوسيله الثانيه للدعم هو الدعم العضلي اللي اعتمد عليه. كيف اعتمد عليه؟ ندرس نحن بالسيفالومتريك، بنشوف نحن كيف قوه العظم الموجوده عند هذا المريض، وعلى اساسه نحن ممكن نزيد عدد الوحدات الدعم او نزيد طريقه الدعم، وخاصه الفيرتيكال او الدعم الامامي خلفي، وخاصه الفيرتيكال حسب نحن تحاليلنا
سيفالومترية لقوة عضلات هذا المريض. فمثلا لما بيكون عندي أحد الزوايا أو زاويتين تعطيني أنا شو هي قوة العضلة، بشوف أنا هل بحاجة أن يزيد وحدات الدعم أو لا. لنحكي عنه كمثال لكن ما رح نتطرق للزوايا. لنتخيل أنه أنا عندي هاد هاي الأوربيتال وعندي أنا الفك السفلي بهذا الشكل، عندي أنا الفك السفلي بهذا الشكل. العضلة نحن كلنا بنعرف العضلات الماضغة كلها موجودة خلف آخر سنة اللي يعني بيكون دارس دي ام جي. هذه الفكرة كتير مهمة لأمور تانية. العضلة بهذا الاتجاه، وبالتالي القوة الحمل العضلي طالع بهذا الشكل. إذا بدي الأسنان عم تتعرض للقوة نفسها، نلاحظ أنه أنا إذا بدي حلل المركبتين القوة لهذا السن رح نشوف أنه المركبة العمودية أقل من المركبة العمودية أكبر بكثير من المركبة الأفقية الناتجة عن قوة العضل. إذا أنا عندي مثلا فرضا الماستر وعندي الميديال بتيريجويد ماسل، هذول العضلات اللي عم ترفع الفك، بالإضافة بالإضافة للتيمبوراليس، مركبتهم العمودية أعلى، وبالتالي حاجة أو حركة الميزياليزيشن اللي راح تصير عند المولر أو القطاع الخلفي راح تكون أبطأ. ليش؟ لأنه إذا بننتبه، إذا بنكبر هاي الصورة، أنا عندي هاي المولر، القوة العضلات الماضغة عم بتكون بهذا الاتجاه. أنا إذا بحلل القوى لمركبتين، عندي أنا المركبة الأفقية بهذا الشكل والمركبة العمودية بهذا الشكل، وبالتالي المولر هون عم يتعرض لضغط عمودي وليس ضغط أفقي. بالمقابل هي فقط شرح بسيط لفكرة الدعم العضلي اللي بيستنتجوا منه اللي هو اللي جاي من ضمن الفلسفة، يعني ليش أنا بستخدم الدعم العضلي. عندي أنا العضلات هيك جاي، وعندي أنا المولر. إذا بحلل القوة اللي عم بيتعرض لها، راح نشوف إنه أنا صار عندي كل ما أنا عم تكبر المركبة الأفقية، وبالتالي راح يصير في عندي حركة ميزياليزيشن بسيط، يعني حركة ميسرة جدا أثناء إرجاع القطاع الأمامي للخلف. هذا الشيء بتحتم عليه ان يزيد وحدات الدعم. فاذا هذا الفكره اللي حكوا عنها بالفلسفه، انه انا كيف ممكن استفيد من قوه العضلات لحتى استفيد من الدعم، او كيف تزيد وحدات الدعم او قلل وحدات الدعم، او حتى احتمال ما فكر بالدعم واحتمال ما فكر بالدعم، يعني انا ممكن يكفي اني احط الجذور بالكورتيكال بون، بالاضافه لفكره الكورتيكال بون وحشر الجذر بالكورتيكال بون لحتى. فإذا بنرجع للكلام أنه الفلسفة ريكيتس تحوي على تحاليلها الخاصة، تحوي على دعمها الخاص، بالإضافة تحوي على وسائلها الخاصة بالعمل. ريكيتس فيه عدد كبير جدا من أقواس نحن نظلمه للقوس إذا سميناه قوس غرز. الأفضل تسميته utility R، دائما بنحكيها بالكورسات بالميكانيك وحكيناها كثير بكورس ريكيتس، انه ما نسميه انتروجين ارش، هذا نظلمه ظلم او اسفاف بحق اليوتيليتي ارش ونسميه انتروجين ارش. انتروجين ارش يعني قوس غرز، لكن اليوتيليتي ارش هو قوس متعدد المهام. ممكن نوسع فيه الفك السفلي، ممكن نعمل روتيشن للمولر، ممكن نحن نعمل ابرايتنج للمولر، ممكن نحن نعمل انتروجين للارش، ممكن نعمل نحن حافظ مسافه لحافظه مسافه، ممكن نحن نعمل في كتير اجراءات، ممكن نحن نرجع باليوتيليتي ارش القواطع الاماميه للخلف باستخدام انواع معينه من اليوتيليتي ارش، وبالتالي نحن نسميه يوتيليتي ارش ما نسميه قوس غرز. اذا عنده وسائله إن كانت utility arch، إن كانت loops الخاص بالإرجاع، إن كانت وسائل الدعم اللي حكينا عنها. إذن هي فلسفة متكاملة
طبعا هي الفلسفه بتعالج كل الحالات، يعني لما بيكون عندنا نحن كلاس 2 ديفيجن 1 كلاس 2 ديفيجن 2 ديب بايت اوبن بايت روتيشنز بالفكين، عندي كلاس 3 بتعالجها بكل الحالات، يعني ما عندها قصور تجاه حاله معينه. مثلا والله كلاس 2 ديفيجن 2 ما بيعالجه لازم نشتغل شيء معه شيء، لا بيعالج كل الحالات وكل الكيسز ممكن ان احنا نعالجها بهي التقنيه. بشكل عام البراكيتات ممكن نحن هلا في له براكيتات خاصه، يعني القياس خاص هو 18 30، لكن ممكن ما تكون متوفره، ممكن ما تكون متوفره، يعني انا عندي هون 10 سنوات ما توفرت عندي وما قدرت اني امنها، وبالتالي انا اشتغل فيها على قياس 18 ما في اي مشكله. مثل ما حكيت من البدايه من اول لحظه فيكم تشتغلوا على قوس لن تتخيلوا اسمه اندروجين ار، على قوس 16 ضرب 16 مباشره مضلع، مباشره من اول يوم من اول لحظه فيكم بلشوا بارجاع المول الكناين على اقواس او على لوبس ارجاع ب 16 ضرب 16 مباشره ما في اي مشكله. الصفه المميزه لهي التقنيه خليطه البلو الجيلوي، بلو الجيلوي إلى ميزاتها كثير من ناحيه نسبه الحموله للانحراف، من ناحيه اللدونه، من ناحيه الامور كلها تعطيني قوه مدروسه بشكل دقيق 100%. هل يجوز استخدام الستانلس ستيل؟ اذا حقق اللوب عندك نفس قوه الانتروجين يجوز. ليش؟ لانه بالنتيجه السن اللي عم تتعامل انت معه والعظم اللي عم تتعامل معه ما بيفهم بالمعادن، ما بي يعني ما هو انه والله شخص وعم بيقول او عم بيتغنج اني انا بدي معدن الفلاني او الخليطه الفلانيه. هذا السن بيهمه انك لما تغرزه تحقق القوه المطلوبه فقط، ما تتجاوزها وما تكون اقل. يعني لما بنحكي انه بالغرز القواطع فرضا السفليه بين 10 ل 15 غرام، اذا حققت له من 10 ل 15 غرام ان كانت بالستانلس ستيل، ان كانت بالتي ام اي، ان كانت بالبلو الجيلوي، ان كانت بالنايتينول، السن هذا بيهمه هيك، ما انه شخص عم بيتغنج انه انا بدي معدن الفلاني او لا. وبالتالي اذا انت حققت القوه المطلوبه، اذا انت حققت القوه المطلوبه، يعني اذا نحن اجينا عملنا هذا اللوب وجبت مقياس القوه وشفت انت بمقياس القوه انه حقق لك هذه القوه، خلص الامور تمام ومشيانه والعظم سليم والاربطه سليمه والحركه تمام ما في اي مشكله. لكن الافضل 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 انك تشتغل على التقنيه مثل ما هي. يعني صاحب التقنيه او صاحب الفلسفه حكي انه بلو الجلوي، اشتغل على بلو الجلوي، ما تامن، ما انتهت الدنيا، ما خربت الدنيا، حقق القوى المطلوبه. مجرد ما حققت القوى المطلوبه الامور مش يعني والامور تمام، يعني ما في اي مشكله. بشكل عام هي الافكار اللي بدي احكيها كانت عن انه ليش نحن بنشتغل تقنيه المجزاه. في كلام اكثر، في كلام بالارقام بالكمبيوميكانيكا كذا، لكن ما انا بوارد الدخول فيه حاليا. اللي عنده اي استفسار يتفضل، نترك مجال 10 دقائق وبنختم زملاء لانه في محاضره هلا بعد. فاللي عنده اي سؤال يتفضل. شوف إذا في شيء مكتوب. ما في أسئلة هوني مكتوبة. اللي عنده أي سؤال يفتح المايك ويسأله، ما في أي مشكلة. السلام عليكم دكتور. يا هلا وعليكم السلام، يا هلا دكتورة. في حرز ما بدأنا بال 16 ضرب 16 نبدأ به في أول يوم، يعني نبدأ ب 16 ضرب 16. معلش دكتورة، طبعا ما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة. 16 نيتي يكون نيتي نورمال. لا لا لا، حكينا نحن أنه هو المعدن الخليطة المستخدمة هي البلو الجيلوي، ما أنا مو نايتين، والبلو الجيلوي البلو الجيلوي. لكن
بنرجع بنحكي انه انا ما افترض اني انا ما عندي بلوع الجولاي، ما فيني امد بلوع الجولاي، بس انا عم حطهم صامت زملاء انه بس اللي بيسال يفتح المايك بعد اذنكم، بس اللي بيسال وبعد ما بيخلص السؤال بيسكره هو من هل اشتغلت حالي دكتور العربي من قبل بهذه، ما فهمت، هل اشتغلت من قبل حالي عالجتها بهذه الفلسفة؟ ما بعرف، ما فهمت سؤالك دكتور، يعني انه عم تسألني اذا انا اشتغلت قبل بهذه الفلسفة او لا، ما بعرف، غريب السؤال لك، يعني اذا ما بشتغل بهذه الفلسفة كيف تطلع بحكي عنه بعمل كورسات؟ ما بعرف اذا هيك انا فهمت لسؤالك، ما معقول اني اطلع احكي نظر على العالم، ما بظن انه هذا الكلام وارد، بس لنشوف. ليش اطلق عليها اسم فلسفي؟ هل ممكن تشرحنا اكثر عن اريد ارجاع افضل لوبس؟ ليش اطلق عليها اسم فلسفي دكتوره بشكل عام؟ لان هي ما أنا فقط انه انت تمسكي واير بيندينج أو تمسكي لوب تمسكي بلاير وتعملي لوب على واير، يعني ما أنا بس فقط هي، هي حكينا إنه هي متكاملة، هي كأفكار متكاملة، ما أنا هلا بشكل عام إحنا ما أنا بوارد دخول بهي التفاصيل كتيرة وتاريخها وأمورها وكذا وهيك، لكن أنت كشخص أو كعالم أو كطبيب لنفترض مثلاً ريكيتس جاب عمل تحاليله، عمل وسائل الدعم الخاصة فيه، عمل لوباته، عمل أجهزته، هي من ناحية تقنية، من ناحية الفكر إنه كفكر إنه كيف هو مثلا ممكن تعتمدي أنت على النمو، كيف ممكن تعتمدي أنت على فرضا العضلات، كيف ممكن تعتمدي على أمور داخل الدماغ أو داخل الجمجمة بحيث إنك أنت تعملي طلعي تحاليل تعرفي شو عم بيصير، فهي متكاملة ببعضها متكاملة، فإجت اسمها فلسفة، يعني مو انه والله انا مسكت فرضا واير عملت فيه اللوب او تي لوب ومشيت وخلص، لا هي فكره متكامله من اول لحظه بيدخل فيها المريض لعندك لاخر لحظه بيطلع فيها المريض من عندك. شوف الاسئله، من فضلك ممكن تشرح لنا أكثر عن آلية إرجاع الناب لقلع؟ آلية إرجاع الناب حكينا دكتورة، في عنا هل في صوت عنكم؟
إيه عفوا زملاء، ما من ما سمعته، ما من ما بعرف من وين، من وين ما سمعته الكلام، من أي نقطة؟ اللي شوي بحكي من سألوك عن لماذا تحكي عن ريكس أي الفلسفة؟ أوه اللي شوي بحكي، ليش ما نبهتوني؟ أنا هل انتبه الدكتور؟ طيب لنشوف وين كان آخر سؤال، ما والله ما بذكر. كانت دكتور هل اشتغلت من قبل؟ سألني الدكتور العربي، قلت له إيه مشتغل فيها. ليش أطلق فلسفة؟ من هون من عندي جاء سؤال، ليش أطلق فلسفة؟ ليش أطلق عليها فلسفة؟ من هون؟ طيب اللوبات حكينا، كنت عم بحكي إنه زملاء اللوبات، اللوبات أي لوب، ما بعرف إذا هي الفكرة كنت عم بحكي فيها إذا سمعتوها، إنه أي لوب، أي لوب ممكن أنتوا تستخدموه بطريقة صحيحة، تنشطوه بطريقة صحيحة، تعملوه بالأبعاد الحقيقية الصحيحة لإله، لوب كويس. يعني إن كان تي لوب، إن كان لاس فيغاس، إن كان دبل فورتيكال لوب، إن كان تير دروب لوب، كله كويس. لكن إنه بشرط إنكم تنعمل بالأبعاد الحقيقية الصحيحة لإله، ما تجتهدوا. وتاني شيء إنه يتنشط بشكل صحيح ويتركب بشكل صحيح، وتنتبهوا على أي حركة فيه، فأي واحد ما في أي مشكلة. فمن ناحية الإرجاع يعني إذا بدنا نحكي عن اللوبات، السؤال اللي بعده أفضل لوب للإرجاع، ما فيني بحكي عن أفضل، ما فيني بحكي عن أفضل، كله حلو. نرجع نحكي إنه كله كويس بشرط إنه ينعمل صح. يعني إذا 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 بيجي مثلاً قل لك إنه تي لوب واللي ال لوب، عفوا تي لوب واللي مثلاً التير دروب لوب، إذا ال لوب تي لوب عمل خطأ وال ال دروب تير دروب لوب عمل صح، فاللي ينعمل صح هو الأفضل بالنتيجة. في سؤال إنه سأعيد صياغة، هل يمكن عرض حالات إكلينيكية؟ لا دكتور ما ممكن أبدا. الحالات أنا ما بعرضها، معروف عني يعني الزملاء اللي عم يتابعوا معي كورسات من سنوات بيعرفوني أنا ما بعرض حالات. لكن الزملاء اللي عم تابع معهم أنا بإن كان بالسكشنال تكنيك واللي بستريت واير تكنيك عم بياخذوا نتائج حلوة، والمرضى اللي عم يشتغلون أخذين نتائج حلوة. يعني ما في بس عرض حالات بيعرفوني. يعني أنا صح بشتغل من 2009 تقويم والكورسات من عدة سنوات، لكن ولا مرة بالكورسات ولا مرة عرضت حالي، ولا مرة، ولا بأي كورس. يعني من 3 سنوات 4 سنوات وهلا ولا مرة عرضت حالي، وما بعرض حالات أبدا، ما بعرض حالات أبدا. بيطلبوا مني أعرض حالات، ما بعرض. شو لسه كمان؟ ما في أسئلة. وأنا إحنا كمان تأخر لأنه هي بعد 5 دقائق المحاضرة. الحين إحنا لو سمحت دكتور إحنا بنعمل اللوب مثلاً على واير 16 في 16، بعدين ممكن ننتقل لواير أعلى ونعمل لوب ثاني، ولا لا 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 أبداً دكتور، على نفس اللوب، بس أنت بتعيد تنشيطه. يعني أنت مثلاً عملت إرجاع نشطته، إجا لعندك المريض بعد شهر ونص بعد شهرين مثلاً، بترجع بس بتعمل تنشيط ثاني مرة. يعني بتفكه بتنظفه وبتشوف انه اذا في تشوه في شيء، ما في شيء بترجع بتنظفه وبتحطه بتعمل. اذا بده بحاجه تنشيط تورك، بحاجه تنشيط العزوم، بحاجه كذا، الامور تمام، بتحطه بالتيوب تبع المولر وبتسحبه سينش وبتعمل سينش باك، وبالتالي بيتحقق عندك القوه. نفس اللوب تماما، ما بترجع بتعمل واحد ثاني، لا ابدا. يعني تفضل 16 سلسل مثلا اذا ما في بلو الجوي. دكتور بنرجع بنحكي كنت عم بحكي بالفكره انه السن والعظم ما نون شخص عم بيتغنج على انه انا باكل هالاكله ما باكل هالاكله. السن والعظم بهمهم شغله واحده فقط، انه انت تحقق لهم القوه الصحيحه. حققت بالبلو الجلوي، حققت بالستان ستيل، حققت بالتي ام اي، حققت بالنايتينول، ما بتفرق عنده لانه هو بالاصل ما بيعرف هالشغلات. العظم والسن، العظم والسن هن عباره عن بيولوجي، يعني هن عباره عن وحدات بيولوجيه. احنا ليش بنسمي البايو ميكانيك؟ البايو بتجي من كلمه بيولوجي، والميكانيك بتجي من الميكانيك، من الهندسه، يعني من الهندسه الميكانيكيه والتحريك الاسلاك.
فالقسم البيولوجي اللي هو الجذور والنسج الداعمة بيهمها أن تتعرض لقوة صحيحة. يعني لنعطيك مثال، أنت القوة المطلوبة لغرز السنترال السفلية تتراوح بين 10-15 غرام. إذا أنت جبت بلو الجولاي وحققت قوة 30 غرام، أنت خربت الدنيا للسن الواحد. بالمقابل إذا بتجيب ستانلس ستيل وبتحقق القوة اللي هي 15 غرام، أنت عيني. فنفس المبدأ بالتقنيات. يعني لما بعمل أنا لوب، لنفترض لاس فيغاس، عملته بالبلو الجولاي وجبت بلوب وعملته بالستانلس ستيل، إذا الستانلس ستيل حقق لي القوة المطلوبة منه والبلو الجولاي تجاوز القوة المطلوبة منه، البلو الجولاي غلط. فأنت ما تتقيد بالخليطة، لكن بالنتيجة إذا في شيء نحن بنسميه حلو وفي أحلى، أو في صح وفي الأصح، الأصح إنك أنت تتعامل مع التقنية أو مع الفلسفة، تتعامل معها كباكج. يعني أنت تتعامل معها شو بيسموه، باكج متكامل. يعني ما بتختار هي وبترفض هي، بدك تجي فيها باكج متكامل، اللي هي إنه إجا ريكيتس قال لك تستخدم البلو الجولاي، لكن أنا لنفترض بمدينة أو دولة ما فيها بلو الجولاي وبدي أشتغل على ريكيتس، شو بساوي؟ إذا حققت القوة المطلوبة مني، يعني إذا أنا جبت ستانلس، يعني مثلا مبارح كنت عم نعطي كورس عن قوس الغرز. قوس الغرز عملته أنا ب 16-16 ستانلس ستيل، عملت فحص القوة، طلع معي فحص القوة عطاني 55 غرام لفك للقواطع السفلية. نحن بدنا على القواطع السفلية بين 10 لكل قاطعة بين 10-15 غرام. طيب أنا إذا عملته على ستانلس ستيل، نفترض أني أنا لو عامله على البلو الجولاي وعطاني قوة 80 غرام، طيب أنا هون 80 غرام خطأ، عرفت علي كيف؟ طبعا أكيد نحن نكون حاسبين نسبة التشوه، نسبة تخامد القوة، نسبة كله، بدنا يكون كله محسوب. لكن بالنتيجة بنرجع نحكي أنه السن أو جذر السن، ليش؟ لأنه لما بتعطيه قوة زايدة رح يصير فيه امتصاص، والنسج الداعمة هدول بيهم أنهم يتعرضوا لقوة صحيحة مناسبة تناسب الحركة أو تناسب السن، بغض النظر إن استخدمت بلو الجولاي واللي استخدمت التي ام اي واللي استخدمت ستانلس ستيل أو أي شيء. بيهم تكون الحركة صحيحة والقوة مضبوطة بشكل صحيح ومنشط اللوب بشكل صحيح. يعني لما بدك تعمل تنشيط العزوم تكون صحيح، تنشيط القوة تكون صحيح فقط. لا تتقيد دكتور، ما تكون قلق من هالناحية، تكون قلق من ناحية القوة. يعني أنا بدي أحقق قوة صحيحة، تكون أنت قلق من هاي الناحية أو أنت فكر بهذا المنحة. شكرا دكتور، وصلت الفكرة. حبيبي كمان من شاء. إيه تفضل دكتور. هل في كورس خاص بالواير بيندينج كلينيكالي؟ يعني دائما نحن عم نعمل ان كان واير بيندينج لحاله ولا ان كان واير بيندينج مع دراسه البيوميكانيك. يعني الواير بيندينج لحاله بيكون وركشوب، بيكون عده ايام، لكن مع دراسه البيوميكانيك عم بيستمر نحن حد ادنى 3 اشهر. يعني عندنا البيسك بيوميكانيك عم ندرسه 3 اشهر، عندنا الادفانسد بيوميكانيك عم ندرسه 6 اشهر. يعني اذا ما كان اقل من هيك هذا ما بتاخذ المعلومه الصحيحه. يعني انك تيجي تاخذه خلال ايام للبيوميكانيك ما في. يعني لما بدك تدرس بيوميكانيك لازم تاخذ حقه، لانه هو اساس التقويم، اساس الاجهزه. يعني انت لما بدك اذا بدنا نشبه التقويم لكمبيوتر، بيوميكانيك هو المذر بورد تبع الكمبيوتر، يعني بدون الكمبيوتر ولا شيء. فانت لازم تفهم البيوميكانيك صح، بدك حد ادنى 3 اشهر لحتى نعتبر حالنا نحن بيسك. ولما بدك تتطور أكثر، تتقدم، تأخذ حالة متقدمة أكثر، يعني بدك لا يقل عن 6 أشهر لحتى يصير عندك تمكن قوي من البيوميكانيك. لكن دائما في عنا كورسات طبعا أكيد، وفي شيء مسجل وفي شيء بيكون لايف، يعني حسب كل واحد وشغله، حسب واحد ووقته، في دائما كل شيء. هذا السؤال لأنه أنا الحمد لله البيوميكانيك نظريا عندي معلومات، أنا سنة ثانية ماستر، بس حاس في شيء ناقصني بالوركشوب، يعني بالكلينيكال وركشوب الخاص بالواير بندنج. ما في شيء خاص بهذا الشيء. في معي كمان مجموعة زملاء بنسجل مع بعض ويكون أونلاين لأني أنا بعيد باليمن. ما في أي مشكلة دكتور، ما في أي مشكلة. خلاص دكتور، رسلت لك ماسنجر رسالة بالماسنجر تبع الفيسبوك. الماسنجر اللي يومين معطل، صار جاييني تقريبا 13 رسالة ما فيني عم بفتحهم، بدي ألغيه وأرجع أنزله.
إما على التليجرام، إما على التليجرام أو بأي بوست بتشوفه أنت من بوستات الجروب، أي بوست بيخطر على بالك أعمل تعليق عليه وأنا برجع بشوف بتواصل معك يعني. إن شاء الله إن شاء الله. ما في أي مشكلة. زملاء بدنا نختم اليوم، أنا بدي أعتذر منكم لأنه تجاوزنا الوقت وبدنا ندخل هلا على المحاضرة. شكرا لكم شكرا كثير دكتور. شكرا لك دكتور يعني. السلام عليكم.